وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا ألف باء الخياطة على قناة بيتي. اليوم رح نعمل فستان سهل كتير بدون تعقيد. طيب هلا مبدئيا فيه باترون، بس الباترون حيكون يعني له هيك مساعدة صغيرة كتير. أول شي رح أعمله هأخذ هيك الباترون، شوف شو هعمل. باترون عندي موجود حتى يعني مثلا ما بدي أعمله فيه أي تعقيد، باترون الأساسي، بس بيهمني أخذ طول الخصر تمام، وبنفس الوقت أنا ما حأعتمد على عرضه. هذا حنشوف العرض كيف حناخده. والأمام عملت سكرت البنس الطولي والبنس العرضي مسكرين، فمنين بيطلع التفتيح؟ من الأسفل. طيب هاي باترون جاهز. هلأ أنا شو بدي أعمل؟ حأخذ القماش يلي بدي قص منه الصدر تمام. خلينا نقول هاي مو هذا الجزء، بدي جزء الأصغر تمام، فصلتهم مشان بس يعطيني سهولة بالشغل تمام. هاي القماش عنا هاخد، شوف هاي الأمام مثني تمام من هاي الجهة. أول خطوة رح نعملها هحط المسطرة هيك حتى تعطيني مسافة توسيع. 2 تمام. 3 حأطوي الباترون هيك، ما بدي يلا عند حفرة جيرو فوقها بشوي صغيرة، خط مستقيم تمام. هاي هي بس الهدف اليوم من الباترون تبعنا. طبعا نحن حنعطي توسيع خفيف لأنه بدنا نعمل زم شوي صغيرة أو كسر على الخصر تمام. هاي 1 حلف هيك، هناخد الخلف. طيب بس لازم بالأول نعرف قديش طول من هون حتى يكون الخلف نفس الطول. طول عنا 29 تمام. هناخد من هون لهون 29 محاولة كتب القلم، بس خلاص أخذت علامة صغير هيك تمام. هلا اذا بدنا نعمل سحاب نعمله من الخلف، هاخذ من هون في عندي خياطه هيك من هون. شوفوا انا عم بشتغل على الامام، ما عندي مشكله لانه ما عندي خوايط كتير. وهي الخلف تمام. شوفوا شو هعمل، هذا الخط شايفين هيك الزاويه هي، هاخذها مع الزاويه هيك تمام. ومنحط دبابيس. نحنا بدنا نعمله على واسع، يعني فيه مسافة زم، فحتكون المسافة حتى بدون خياطة حنعمله بدون خياطة للجنب، يعني هاي المسافة من هون ما في. شوفوا كيف حنقص من هون هيك هنميل شوي صغيرة، نعطي حفرة خفيفة كتير للأمام. شايفين؟ هلا هناخد من هون، ما بدنا من فوق كخياطة من هاي الجهة ومن هاي الجهة، أنا ما بدي آخد كتير خياطة عادية، بس العرض بيهمني مشان آخد زم بسيط. هاي الأمام والخلف عنا جاهزين. هاي المسافة هاي رح تنزم أوكي، وهاي المسافة حتعطيني زم، والبنسات كمان حتعطيني نفس الفكرة. هلا تمام هيك طيب. هلا حتقولولي من فوق كيف حيكون بدون ولا أكمام ولا اكتاف ولا شيء يمسكه من فوق مثلا كشيالات او سيور. حناخد نفس المسافه هي من هون قطعه قماش ثانيه ببساطه هيك، وحنزيدها لحتى ناخد العرض للاكمام. طبعا ما عندنا اكمام بس يعني عشان تكونوا بالصوره. طيب هي عرض القماش اوكي، هيك ما بيكفي معي،
فشو حأعمل؟ حأعتمد على مرة ونص. خليك انتي هون. طيب قديش انا بدي عرض الكشكش او الزم اللي بده يكون معي من فوق؟ مثلا العرض من هون لهون بكفيني، فحقصه على 2 وبعدين بزيده. هاي حنشيلها وهي حنفتحها هيك. لسه لحد الان ممكن تقولوا انه مو واضح نحن شو عم نعمل، هلا رح اشرح لكم بعد ما نقص. طيب هي الطبقة الثانية تبع الكشكش وهي الصدر، هدول خالصين. هلا بدي اخذ التنورة. التنورة كيف نحن بدنا اياها؟ عادي هعملها كسر من على الاطراف او ممكن اعملها زم كمان بنفس طريقة الصدر. باخذ الحاشية من تحت، حتكون هي دايرة الفستان، حقصر الطول من هديك الجهة. هيك انا ما بدي كتير عدد الفستان يكون من الاسفل. تمام ثواني بس هنشيل هاي. تمام هناخد مثلا قديش الطول نحن بدنا اياه؟ خلينا نشوف قديش طول هاي القماش. هاي طولها 75، ما بدي اياه كتير طويل، خلينا نقول على 55 مثلا. هيك هاي 55. ايام زمان كانوا يشتغلوا هيك بلون بترول، يعني قياسات بتمسك وبتقص يمين يسار هيك بتلاقوا صار عنا فستان. نحن حنعمل مثل حكايتهم، بس اكيد البترون والقصص التقنيه او الاساسيات اللي احنا بنعملها بالخياطه اكيد افضل. طيب هلا مبدئيا عندي هي التنوره وين حطيناها؟ وهي الصدر. تمام شوفوا تقريبا نفس القياس، اوكي ما في كتير فرق، شيء بسيط. وهي الكشكش حيكون عنا بس طبعا كتير هيك، فانا حاخذ على 3، يعني هي طبقتين. تمام وهي لقلكن ليش، هي حتاخذ نفس قياس الصدر. تمام اما الزم اللي بدي اخذه على الكم فبيكفي لكل كم انه يكونوا هيك. تمام ما بيزم كتير، فحنقصر مثلا هيك لهون. خلص هيك نحن امورنا تمام. هلا شو حنعمل؟ هاي رح تنوصل مع هاي هيك. هاي الكشكش للماكينة مباشرة. اذا بدكم حتى ما نعمل كسر مثلا هدول الزيادة حيكونوا معنا كسر، بحطهم الاثنين هيك قد بعض وبشيل بس هيك تخفيفة كتير خفيفة من هون، خفيفة خفيفة ظابطة. تمام عاوزن وقافية واحدة. طيب شوفوا احنا في عنا من هون خياطة سحاب. تمام ما بننسى انه في عنا 3 سنتي من هون و3 سنتي من هون. تمام فانا شو هاعمل؟ هاخد هيك هقص الزيادة من هون. خلاص ما بدي خلي يعني يكون معلش كلهم خط واحد عشان اذا حطيت المطاط للخصر يعطيني شكل مستقيم. هن هدول كانوا حيغيروا معنا القصة. تمام انا هيك بكون قصيت فستان مزموم، بس ما حقلكم كيف حيكون مزموم، حاطلع فاصل صغير وارجع لنطبق فستاننا بطريقة سهلة وبسيطة، فلا تروحوا بعيد، فاصل صغير وراجعت لكم. اهلا وسهلا فيكم من جديد. قبل الفاصل قصينا الفستان بطريقة سهلة وبسيطة، طبعا لحد الان انتم ما عرفتوا لسه شو الشكل تبعه، حتطبيق ان شاء الله حتشوفوا الطريقة كيف سهلة وبسيطة وحتعطيني فستان حلو وبسيط. طيب اول شغلة حناخدها طبعا هي القماش اللي قصيناه، قصينا الكشكش والصدر والتنورة بنفس القياس. حنحتاج بس مطاط وسحاب. طبعا
هناخد الماكينة ونبلش نشتغل خطواتنا. تمام، أول شغلة حنبتدي فيها هي نوصل الكشكش مشان نطبقه على الصدر. طبعا احنا لأنه عرض القماش ما كان بيكفي معنا فوصلنا، عملنا له وصلة. أول خياطة، نسكر الجهة الثانية. طبعا ممكن تحطوا على طرف الكشكش من تحت طرف دانتيل مثلا أو كلفة هيك خفيفة بسيطة بيصير. سكرنا الكشكش. تمام، اول شي حنعمله حنفرده هيك ونحدد نصه. لازم نحدد النص يعني جهتين. تمام، فينا نخلي الخياطة هيك. هنحط دبوس مشان اعرف شلون بيشتغل. هي اول واحد، ثاني. انا بس عم حدد النص، لسه ما عملت ولا شيء. شوفوا تحديد النص كيف عملته، بس فردته بس هيك. تمام، بعد ما عملت ولا شيء. هلا بدنا نوصل الخصر مع التنورة. طبعا تنتبهوا انه نحنا قلنا الخصر، خلينا الخصر طبعا من فوق مع الصدر، خلينا داير القماش اللي هو الحاشية من هون هو داير الفستان، فانا من هون ما رح اعمل كفة صغيرة، خلاص هو جاهز معنا. هلأ بدكم تنتبهوا لقصة الصدر. تمام، شوفوا هون هي كتير مهم، هتقولوا خط مستقيم وخط منحني. تمام، شوفوا من هون مستقيم، من هون في انحناء كتير خفيف، اوكي، ومن تحت مستقيم، اللي هو المستقيم اللي تحت حيكون تركيبة الخصر. هلا حتى ما تركبوا تبع الصدر على تبعية الخصر. هلا الاثنين قد بعض، هنطبق خط واحد. قطع الخيط، خلينا نرجع نثبته. هنمسك الاثنين مع بعض، بس حاولوا الخياطة ما تكون كتير قليلة مشان نركب المطاط. هناخد هيك، انا بحب امسك دائما طرف الخياطة ووزع المسافة هيك، بتأكد انه شغلنا مظبوط.
تشوفوا قديش هو سهل وبالنهاية بيطلع شكله كتير حلو. والأقمشة هاي المعرقة اللي بتجي قطنية بتطلع كتير حلو على التطبيق بهاي الطريقة. مخرجنا بيقول انه انا بعمل قياسات كبيرة، تمام؟ فانا بعمل قياسات متعددة، يعني مو انه قياس واحد، لانه اجمالا اكتر الناس اللي صحتهم منيحة هن اللي ما بيلاقوا اشياء على قياسهم، اما الصبايا الصغار اللي قياساتهم انه يعني موجودة بالسوق فالخيارات قدامهم كتيرة، فنحن عادي لازم نرضي الاذواق كلياتها. مع انه انا القياس اللي عملته قياس 40، يعني مو انه قياس كبير او صغير. على فكره القياسات اللي بتجي كبيره بتاخذ شغل اكثر، يعني مو انه اسهل الموضوع. طيب هلا نحن شو عملنا؟ وصلنا الصدر، تمام؟ هي الصدر عنا وهي الخصر. طيب شو حاعمل؟ حسكر الخياطه من هون اللي هو خط السحاب، حأترك مسافة للسحاب. ودائما انتبهوا الخياطة من هون لازم تكون تنتين على قد بعض، تمام؟ ما بصير يعني يجي عندي واحد أطول واحد أقصر. هلأ هو نحن إن شاء الله حيكون شغلنا بما أنه عم نشتغل على نفس القياس فحيعطيني شكل أو قياس واحد، يعني ما حيفرق معنا. شوفوا، تمام؟ تمام على قد القياس. هنسكر من هون ونركب الكشكش مباشرة. قطع الخيط. هنثبت الكشكش بس هنشوف كيف هنحطه على الصدر. طيب اول شي بنقلب فستاننا اللي لسه مثل ما قلت لكم ما كثير مبين شو هو، وحتقولوا واسع لسه، هلا شوفوا الوسع هاد حيروح بالمطاط. تمام، هاي فتحت السحاب، شوفوا هون الاثنين على قد بعض، شايفينهم هون؟ تمام، خط واحد. طيب هاي كفة السحاب، كتير مهم انكم تحددوا الطول او العرض تبع. هلا ما في وحدة عنا اطول من تاني، مخرجنا حتشوف شلون التنتين على قد بعض. تمام، طيب شوفوا هاي النص، نحن حددنا النص من هون ومن هني. شو حاعمل؟ حارجع اقيس الربع مشان وزع، حقيس هيك تقديريا لانه المسافه اللي بدها تكون زياده معنا رح ناخدها لليد من الجهتين. تمام، شوفوا هاي هذا الخط اللي هو خط الربع، هنحط دبوس هون ودبوس هون عشان ناخذ وحده للامام وحده للخلف. تمام، شوف طبعا الكشكش بده يكون وجهه للاعلى، تمام؟ هي الخط اللي هون هنحطه هيك هون، اوكي؟ هنحط دبوس نثبت هاد على هاد. شوفوا شو عملت، هي هي طوية السحاب، تمام؟ اخذت الربع اللي انا حددته حطيته على السحاب من هون، حامشي بهاد هيك، شايفين؟ هاد حيجي من هون لعند نص الامام يعني هو خط الجنب يعتبر، تمام؟ ومن هي الجهة نفس الطريقة، هاخذ هيك
تمام. هلا هدول حيكونوا على القد، بعدين المسافه اللي حتكون هي حتكون مسافه زم. طبعا حتى الصدر من هون نحن حنزم، حيجي مطاط خط واحد على الخطوط، يعني على هذا الخط المستقيم كله، بس من هون حيجي عند اليد من هون، تمام. وهذا حيجي هو الصدر والظهر. تمام. هلا حناخد الخلف اول شيء، نحن سوري اخذنا هون الخلف، هلا رح ناخد الامام. الدبوس اللي حطيناه حددنا فيه الربع، هذا هو تمام. وهي اذا مسكنا من هون ومن هون تمام حيكون هيك، حنحط هي هون هيك. حطيت ربع الامام تمام. هنجي ناخد خط مستقيم، هندرز هيك تمام. وشو نعمل؟ هنعمل كفه للداخل هيك، اوكي. طيب لازم الكفه ما تكون كتير ضيقه، لازم تكون عريضه. فنحن عندنا درزتين، الاولى هي درزه تثبيت على الاطراف، والثانيه هي نطوي الدرزه هيك، سوري بنطوي الخياطة تبعيت الصدر من فوق هيك للداخل، وبنعمل درزة. طبعا حتى هذا هي جهة يعني من التوسيع يعني او الزيادة تمام، حتى هي الجهة لازم اطويها هيك مشان ندخل المطاط فيها. يلا ننتقل للماكينة. هحاول اعملهم كفه واحده اسهل علينا وعليكم عشان الوقت، بس بكون تنتبهوا خلي الخياطه بالعكس، يعني خلي الخياطه الوجه اللي عندكم لفوق هو وجه الخلف. هنعمل كفه هيك، ثواني هلا بتوضح معكم، ثواني بس امسكها صح ورجيكم اياها. تمام، هاي الخط امسك الاثنين مع بعض، تمام. هلا نمسك الاثنين، لازم الاثنين يكونوا قد بعض، يعني ما بصير واحد اكبر من الثاني. طبعا درستين هو افضل، بس مشان انا نكمل الفستان وتشوفوا. نحن ما عم بنزم هلا، نحن عم نعمل درزه بس، لانه الزم لو عم نعمله على الماكينه حينزم بس القماش، اما نحن بدنا نركب مطاط فما بصير نزمون الا كل واحد يعني انه لحاله. طيب هلا بما انه انا درزت مع بعض فلازم وقف هون وانتقل لا الجهة الزيادة هاي تكون لحالة، وبعدين بكمل الجهة الثانية. هاي الزيادة هي حتكون على اليد.
لانه شوي بياخذ وقت معنا، بس مشان تشوفوا الفكره صح، شوفوا كيف طبقناها. هاي الزيادة اللي احنا لسه ما طبقناها، تمام؟ وهي اللي درزناها. دقيقة لنشوف وين صرنا. ايوه هاي الخلف لازم اعملكم اياها بالعكس، تمام؟ هيك شوفوا، هاي الخياطة من هون درزناها، تمام؟ هلا شو بعمل؟ بدخل المطاط، المطاط هاد بندخله هيك طبعا بشكالة او ملقط شعر اللي انتو اللي اسهل عليكم. بدخله من هون، هدخله هيك خط مستقيم من هون هيك، تمام؟ هيلف معنا، هيكمل اليد هيك هيك، تمام؟ هيجي لكل الكشكش، اوكي؟ بعدين انا رح شده، طبعا لازم انا ادرزه كلياته وبعدين ركب المطاط. والخصر كمان رح امسك هاي الخياطة كمان نفس الطريقة، يعني احنا ركبنا قبل بمرة مطاط. هاخذ المطاط هيك مثل ما هو، طبعا احنا هنركب المطاط الطريقة العادية، هنثبت مو على الدرزة، فوقها بشوي، وباخذها هيك بمط شوي المطاط وبثبتها. طبعا بالماكينة يعني، وبعدين بيعطيني زن بسيط، حاولوا ما يكون كتير مشدود ولا كتير مرخي بحيث يكون مرتاحين انه لما تلبسوه. طبعا وقت حلقتنا ما بيسمح اني اكمل لكم اياه كلياته، حانهي الفستان واكوي لكم اياه وتشوفوه بنهايه الحلقه. ان شاء الله يا رب تكون اعطيتكم فكره جديده من قماش عادي قطني كتاني اللي انتم بدكم اياه. اختاروا القماش واختاروا يكون بسيط وناعم ويكون خياطته سهله، وحتى على الزم يكون خفيف ما يكون سميك كتير. بشوفكم بحلقه جديده ان شاء الله من برنامجنا الف بالخياطه على قناه بيتي. مع السلامه.